كشفت وسائل إعلام موريتانيا أن الشرطة استدعت مسؤولين وأفراد من عائلة الرئيس السابق وسحبت جوازات سفرهم. وأكدت المصادر ذاتها أن الاستدعاء لم يشمل الوزراء الذين غادروا الحكومة الأسبوع الماضي. وكان تحقيق تقوده لجنة عن البرلمان الموريتاني قد كشف عن تورط وزراء في الحكومة المستقيلة في قضايا فساد، وذلك إبان عهد الرئيس السابق محمد ول عبد العزيز. وينضم إلينا من نواكشوت رئيس حزب اتحاد قوى التقدم الموريتاني محمد والمولود، مرحبا بك معنا. إذا بداية يعني دعني أسألك عن مكافحة الفساد والتحقيقات في مكافحة الفساد، لماذا إلى الآن تقتصر على عشرية الرئيس السابق محمد ول عبد العزيز؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. شكرا على الاستضافة، وانتهز هذه الفرصة لتوجيه تعازينا الخالصة لإخواننا في لبنان وللشعب اللبناني على إثر هذه الكارثة التي أصابت هذا الشعب الشقيق. فيما يعني سؤالكم، أظن أن هذه العشرية اكتنفها توجه حقيقة غريب، وهو ليس فقط لا يمكن أن يوصف بفساد، بل كانت هناك توجه للنهب، لأن ما كشفت عنه لجنة التحقيق يثير الاستغراب من أساليب ليست اختلاس، ليست تحايل على القوانين، بل فعلا ممارسات أقرب هي إلى النهب. ولجنة التحقيق البرلمانية لم تكلف إلا ببعض الملفات في هذه العشرية، أي أن الملفات التي يمكن أن تكون موضوع التحقيق في هذه العشرية كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى. طيب هل يمكن أن تتسع لبقية الملفات وحتى لبقية الرؤساء السابقين؟ لا يمكن أن نجد وقتا كافيا لنبدأ أيضا لنبدأ أولا بهذه العشرية التي كلفت الشعب الموريتاني الكثير ونهبت خيراته، وبعدها يمكن التفكير في ملفات فساد أخرى، وخاصة أن هذا المطلب في الحقيقة هو مطلب لبعض مشككين في نزاهة عملية ملاحقة الفساد والمفسدين، وينسى أن هناك حسب القانون الموريتاني تقادم في بعض القضايا عندما يحصل سوء تسيير في فترة معينة قد يكون هناك تقادم. المهم أن هذه الملفات التي تم تسليط عليها الأضواء تتعلق بحياة المواطنين اليومية، وأولى تقديم الحقائق حولها من أجل إصلاحها، لأنها تعني تسيير شؤون البلاد اليوم في هذه المرحلة الحيوية. طب متى نتوقع الخطوة المقبلة فيما يتعلق بتشكيل محكمة العدل السامية والتي تم إقرار القانونها النظامي في الفترة الأخيرة، وأيضا متى نتوقع مثول رأس الحربة في هذه التحقيقات وهو الرئيس السابق نفسه؟ بالطبع أن محكمة العدل السامية تم تعديل القانون بشأنها في الدورة البرلمانية الأخيرة، وسنتمكن من تعيين أعضائها في الدورة القادمة، وهي تعنى فقط بمسألة الخيانة العظمى، إما جرائم الفساد من اختلاس أو من رشوة إلى غير ذلك، فأظن أنها ستحال إلى القضاء العادي. ولذلك إذا كان الرئيس يعنى بتهم في هذا المجال، فحسب بعض الخبراء الحقوقيين يقولون أنه سيقدم للمحاكم العادية. وسنرى يعني هل الموضوع محسوم أم أن هناك خلافات في القراءات السياسية والدستورية؟ لأنه يعني نريد أن نستضح في هذه المسألة الرؤساء السابقين يجب أن يحكموا في المحكمة السامية والتي يجب تشكيلها قبل ذلك. هل يتيح القانون والدستور الموريتاني محاكمة رئيس سابق
في محكمة عادية في قضايا فساد عادية، علما أنه رفض دعوة لجنة التحقيق البرلمانية بالتوجه والإجابة على أسئلتها سابقا. أما موثول أمام لجنة التحقيق البرلمانية فبإمكانها أن يرفض الموثول أمامها من ناحية القانونية، له ذلك، مع أنه كان من الأفضل لتبرئة ذمته أن يحضر ويدافع عن نفسه، وخاصة أن الكثير من من كانوا معاونيه أثقلوا كاهله بهذه التهم. أما فيما يعني الجرائم التي لا تتعلق بمسؤولية الرئيس كرئيس جمهورية، فحسب بعض الخبراء يقولون أن هذه الجرائم تعنى بالمحاكم العادية كما حصل في فرنسا، لأن أنتم على علم من أن شراك وأن ساركوزي وأن مثلوا أمام قضاء عادي، لم يقدموا لمحكمة العدل السامية، ونحن قانوننا أساسا نستخلص من حكما طبق للقانون الفرنسي. على كل حال في هذه المسألة القول الفاصل هو للقضاء نفسه الذي الآن عاكف على هذه الملفات التي قدمت له من طرف البرلمان. طب دعني أسألك عن الرئيس الغزواني، يعني أنتم كان لكم لقاء معه في الفترة الأخيرة وكان مع المعارضة فترة سماح في الآونة الأخيرة، التركيز وجعل محاربة الفساد أولوية هل تجعل تقييمكم إيجابي لصالح العام الأول أو الفترة الأولى من حكم الغزواني؟ لأن بعض ينتقد بأنه لم يولي اهتمام كبير للمشاكل الكبرى العالقة في موريتانيا، باختصار لو سمحت. أظن أن الرئيس محمد بن الشيخ الغزواني قدم خطوات تجعل هناك أمل في أن يتجه البلد نحو الإصلاح. أولى هذه الخطوات هي قضية قبول لجنة التحقيق، والآن قبول أيضا نتائجها فيما تجسد في رفضي أو تبني مبدأ أن لا يكون في حكومته من هو ملاحق قضائيا. كذلك أيضا عمل على تقارب الفرقاء السياسيين وخاصة الانفتاح على المعارضة، وهذا شيء أيضا يبشر بخير، لأن هناك ملفات عالقة بين المعارضة والسلطة، ومن الضروري إيجاد لها حلول وخاصة في أفق تأزم الوضع. شكرا. هذه الجائحة اللي هي جائحة كورونا. نعم، شكرا جزيلا لك من واكشوت رئيس حزب اتحاد قوى التقدم الموريتاني محمد والمحمود مولود.